كان من الأعذار المشروعة لترك الجماعة الجوع، فحضور صلاة الجماعة والحكم فيه الوجوب، حكم فيه الوجوب، والكلام في صلاة الجماعة على ثلاثة مذاهب، في من قال فرض عين، وفي من قال واجب، وهناك من قال مستحب. وأقوى هذه المذاهب جميعا والتي يؤيدها الدليل أن صلاة الجماعة واجبة، وأن المرأة يأثم إذا ترك صلاة الجماعة بغير عذر. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من ألطفها أن الله تبارك وتعالى لم يسقط صلاة الجماعة في حال الخوف، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، مع أن القبلة تسقط في صلاة الخوف، ومع أن صلاة الخوف تكون ركعة وتكون ركعتين، وقد يسقط فيها الركوع والسجود إذا اشتد الخوف وتلاحم الرجال، ومع ذلك فلم يرخص لهم أن يصلوا فرادى في حال الخوف وشدة الخوف، فكيف في حال الأمن؟ والأدلة على ذلك كثيرة. فمن الأعذار المشروعة هو الجوع، إذا جاع المرء فحينئذ يندب إلى الإقبال على طعامه وترك صلاة الجماعة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.